منذ نشأته، ومعهد النجاح للطفولة يهتم في مجال تنمية الطفولة المبكرة والتعليم الخاص. هو مركز تخصصي تابع لجامعة النجاح الوطنية في إدارته وبنيته، يتبع الأساليب التعليمية الحديثة في التعامل مع جميع فئات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. كل هذه الخدمات يقدمها بناء على معايير علمية عالمية مثبتة. تم البدء بإنشاء المعهد في عام 2012، وتم تقديم أولى خدماته للجمهور منذ عام 2014. يتألف معهد النجاح للطفولة من 3 وحدات رئيسية: وحدة العيادات التخصصية، ووحدة روضة منتسوري النجاح، ووحدة الأبحاث والتدريب. يهدف المعهد بشكل أساسي من خلال وحدة العيادات التخصصية إلى تقديم خدمات التقييم والتشخيص باستخدام أحدث الاختبارات والأدوات بواسطة فريق متعدد التخصصات يقدم الخدمات التأهيلية العلاجية بطرق وممارسات علمية مبنية على البراهين، كل ذلك من أجل تحسين حياة الأطفال وتطويرها، ومن ثم دمجهم في المجتمع بطريقة سليمة. يتفرد معهد النجاح في تقديم خدمة التقييم والتشخيص المبنية على الأساليب والممارسات العلمية الصحيحة لمجموعة من الاضطرابات النمائية، حيث يعتمد في ذلك على فريق متعدد التخصصات في مجالات متنوعة، منها العلاج النفسي الكلينيكي، النطق والتخاطب، العلاج الوظيفي، التربية الخاصة، وأيضاً العلاج النفسي المجتمعي وتعديل السلوك، حيث تم تدريب الفريق على المستويين الداخلي والخارجي ليكونوا متمكنين من أداء مهمتهم. ويتم التشخيص حسب المعايير الدولية اعتماداً على مجموعة من الاختبارات العالمية المعروفة تم ترجمتها وتقنينها لتلائم البيئة الفلسطينية، سلسلة طويلة منظمة ومدروسة لعملية التشخيص يتم في نهايتها إقرار التشخيص المناسب مقترناً بتجهيز الخطة العلاجية الفردية لكل حالة. لا تتوقف خدمات المعهد عند عملية التقييم والتشخيص، وإنما يقدم المعهد مجموعة متخصصة من الخدمات التأهيلية، مثل جلسات العلاج الفردي لبعض الأطفال المراجعين لوحدة العيادات في المعهد، وخدمة التأهيل المكثف لأطفال وحدة التوحد، حيث يتم تقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية لهم بشكل يومي بواسطة مجموعة من الأخصائيين ذوي الخبرة في هذا المجال، في 3 صفوف تأهيلية خاصة تستوعب 20 طفل توحدي. هذه الصفوف تستخدم مجموعة من البرامج التعليمية المتخصصة، مثل برنامج نظام التواصل باستبدال الصور بيكس، وبرنامج تيتش لعلاج وتعليم الأطفال المصابين بالتوحد وإعاقات التواصل المشابهة، وبرنامج تحليل السلوك التطبيقي ABA، وبرنامج العلاج بالتكامل الحسي، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المساندة مثل العلاج بالفن والموسيقى. لأهمية الدور الذي تلعبه الأسرة في عملية العلاج والتأهيل ولضمان تحقيق الأهداف المطلوبة، يقدم المعهد خدمة الإرشاد والتدريب لعائلات الأطفال من خلال تنفيذ برنامج تدريبي عالمي Incredible Years، حيث يتضمن لقاء أسبوعي لأهالي أطفال التوحد من أجل توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم وزيادة قدرتهم على التعامل مع القدرات الخاصة التي يمتلكها أبنائهم، إضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج التي تحقق الدعم لذوي الأطفال. ولكي تكتمل الدائرة، يقدم المعهد دورات تدريبية متخصصة للمهنيين العاملين في مجالات الصحة والتعليم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمراكز الصحية الأخرى، من أجل توحيد آليات التقييم والتشخيص وفق الأسس العلمية العالمية في هذا المجال. وما يعزز هذا الهدف هو النشاطات البحثية التي يقوم بها المعهد في مجالات وعناوين بحثية متنوعة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في فلسطين، خاصة فيما يتعلق بترجمة وتقنين اختبارات التقييم والتشخيص. دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام هو هدف يسعى معهد النجاح للطفولة إلى تحقيقه، ويوليه اهتماماً كبيراً، ويقوم بتوفير التأهيل المناسب للطفل ذوي الاحتياج الخاص، إضافة إلى جميع الخدمات التربوية الاستشارية لطلبة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور من أجل تحقيق هذا الهدف السامي. ولتطبيق مبدأ الدمج، أنشأ المعهد وحدة روضة منتسوري النجاح على أسس ومبادئ تتمحور حول الطفل والبيئة التعليمية المحفزة له،
هذه المبادئ تعزز لدى الطفل حب الاكتشاف والاستكشاف والتعلم بمساعدة المعلم، وتعمل على إعداد الطفل بشكل متكامل من الجانب العقلي والجسدي والاجتماعي، وتجعله قادر على تقبل الآخر. يأخذ المعهد على عاتقه ضرورة نشر الوعي المجتمعي حول اضطرابات النمو في المجتمع الفلسطيني، تنظيمه لمؤتمرات وورش عمل ولقاءات إذاعية وتلفزيونية كانت من أجل رفع الوعي حول اضطرابات النمو لدى الأطفال ضمن الوسائل المعتمدة في التقييم والتشخيص والعلاج الخاص بهم. الحكاية بدأت في عام 2012 وسوف تستمر من أجلكم.